بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن تركيب وظائف غشاء الخلية. طبعا يطلق على غشاء الخلية أيضا اسم الغشاء البلازمي. وأهم الوظائف الخلية هو تنظيم مرور الجزيئات من وإلى الخلية، أي تنظيم مرور الجزيئات عبر الغشاء الخلوي وعملية تنظيم هذه الأشياء. تحتاج من الخلية قدرة وهي ماذا يدخل إلى الخلية وماذا يخرج منها. هذا فائدة التركيب وغشاء الخلية. يخرج منها أيضا مواد جزيئية، طبعا هو الذي يحدد المكونات الكيميائية الداخلية في الخلية، كما يحدد مكونات السائل الخارج الخلية. والسائل بين الخلايا أيضا هو اللي يحدده. لذا فإن الغشاء الخلوي يعمل على تنظيم ثبات الاتزان الداخلي للبيئة الدقيقة المجهرية للخلايا داخل وخارج الخلية، كما يلعب دور هام في الاتزان الخلوي، كما أنه يلعب دور هام أيضا بالنسبة للاتزان الداخلي لنسب مكونات سوائل الجسم بالنسبة لبعضها البعض. أيضا لاحظ أن السوائل الجسم الكلية تنقسم إلى مكونين أساسيين، وهم سوائل داخل الخلوية وسوائل خارج خلوية. سوف تنعرض بعض الأشياء في الفترة القادمة، راح أعرضها في دروس قادمة، وهي بعض السوائل. راح نتكلم عن أهمية السوائل خارج الخلية وداخل الخلية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله راح نتكلم في الدرس القادم عن تركيب غشاء الخلية، الغشاء الخلوي.